السلام عليكم طلابنا، طلاب اولى ثانوي في مصر كلها. اهلا وسهلا بكم، اهلا وسهلا بكم، وحلقه جديده من حلقات شرح منهج العربي اولى ثانوي الترم الثاني. هي مش حلقه جديده بس، هي حلقه اخيره ان شاء الله تعالى في فرع من الفروع بتاعتنا اللي هو فرع الادب. زي ما احنا متعودين بنشرح هنا على القناه، بنحل هنا على القناه، وكمان بتمتحن معانا هنا على القناه. فلو عايز ملف الشرح او ملف التدريبات موجودين عندك الروابط بتاعت قناة التليجرام والرابط بتاع صفحة الفيسبوك. روح للاتنين وحمل الملفات من خلالهم عشان تتابع معانا ان شاء الله تعالى كل جديد اول باول. قبل ما نبدأ في اي حاجة، محتاج منك تعمل لايك دلوقتي وتشترك في القناة. اللايك اللي انت بتعمله مهم جدا جدا جدا، وبيساعد القناة على الانتشار، واحنا بجد محتاجين الدعم بتاعكم، محتاجين الدعم بتاعكم بقوة، وبنشكر الناس اللي بتدعمنا، ومحتاجين ان شاء الله تعالى كل الطلبة اللي ما دستش لايك تدوس دلوقتي لايك عشان تدعم القناة بشكل اكبر واكبر. عندنا النهاردة اخر درس ادب موجود في المنهج، وهو تحت عنوان تطور الشعر المعاصر. تطور الشعر المعاصر بالنسبة لطلبتنا وحبايبنا طلاب اولى ثانوي الترم الثاني. نكتب تحت في التعليقات الهاشتاج المشهور بتاعنا ابدأ هتقع كمل، انا هبدأ المشوار، ممكن اقع في النص، ولكن ان شاء الله تعالى انا مستمر لحد ما اوصل واحقق الحلم بتاعي. هنبدأ المحاضرة بتاعتنا ومعاك ورقة وقلم عشان اكيد هتسجل معانا معلومات مهمة. يلا بينا مع بعض ونقول بسم الله. نبدأ مع بعض كده بالراحة واحدة واحدة، والكلام عن تطور الشعر المعاصر. لما نيجي نتكلم قلنا ان احنا عندنا في الترم الثاني بالنسبة لأولى ثانوي عندنا عصرين، الشعر في العصر الحديث او نهضة الشعر في العصر الحديث وتطور الشعر في العصر المعاصر. واحد يقول لي طب ايه الفرق ما بين المصطلحين؟ العصر الحديث هو عصر بدأ وانتهى قريبا، وليكن مثلا سنة 2020 بالنسبة لنا نعتبرها سنة حديثة، هي سنة بدأت وخلصت في وقت قريب. أما المعاصر هو الذي نحياه، فإحنا بالنسبة لنا العام اللي إحنا موجودين فيه حاليا يسمى عام معاصر، هو اللي إحنا عايشينه. فهنا بيتكلم عن تطور الشعر المعاصر، يعني شكل الشعر المعاصر واللي أصبح مستمر تقريبا إلى يومنا هذا، ده اللي بيتكلم عنه. فبيبدأ عندي الكلام وبيقول لي ان احنا حصل في المجتمع من فترة كبيرة، طبعا حدث عندنا في المجتمع بشكل عام او في العالم كله حرب اسمها الحرب العالمية الثانية. يبقى ايه اللي حصل للعالم؟ حصل الحرب العالمية الثانية. حدوث الحرب العالمية الثانية بدأ يغير من فكر الشعراء. طيب هيغير من فكر الشعراء ازاي؟ خلى الشعراء يبتعدوا عن شكل الشعر اللي كانت بتستخدمه مدارس زي مدرسة أبولو ومدرسة المهاجر أو مدرسة الديوان، ودي إن شاء الله تعالى مدارس أدبية هتتعرفوا عليها لما تروحوا تالتة سنة وبالتفصيل. بدأ إن هم يتحرروا من شكل الشعر اللي كان مسيطر عليه مدارس زي المدارس اللي أنا ذكرتها دي، وبدأوا يبتكروا لينا قوالب شعرية جديدة أغلبها بيمس الواقع أو الحياة اللي إحنا عايشينها، لذلك بنسميها برضو بالمدرسة الواقعية لأنها تنقل إلينا الواقع. فهنا بنقول بمنتهى البساطة اللي حصل أثر الحرب العالمية الثانية على الشعراء، أثر الحرب العالمية الثانية على الشعراء. قال لي أول حاجة اتجه ركزوا معايا، اتجه الشعراء للواقع وتخلصوا من نظام القصيدة السائد عند مدارس زي مدارس الديوان وأبولو والمهاجر. يبقى اتجهوا للواقع وتخلصوا من نظام القصيدة السائد اللي كان في مدارس زي مدرسة الديوان أبولو والمهاجر، ومن هنا بدأوا يبحثوا عن إطار شعري جديد، شكل شعري جديد، شكل شعري مختلف. فبحثوا عن إطار شعري جديد ليتناسب مع الواقع الجديد، عشان يتماشى وعشان يتناسب مع الواقع الجديد. يبقى علل، بحث شعراء الواقعية أو شعراء المعاصر أو الشعراء المعاصرين عن إطارا شعريا جديدا، السبب وراء ذلك هو التناسب أو ليتناسب هذا الإطار مع الواقع الجديد. تمام، بنتنقل مع بعض دلوقتي لجزئية تانية، وهي الكلام على القيود التي فرضت على الشعر منذ القدم. هو قال لك إن احنا هنتحرر من قيود الشعر القديمة. طب ايه هي اصلا القيود القديمة اللي اتفرضت على الشعر منذ القدم؟ قال لي اول حاجة وحدة الوزن والقافية.
إن القصيدة بتسير على وزن واحد وعلى قافية واحدة، ودي أول حاجة هيتخلصوا منها. يبقى أول شكل بالنسبة لنا القيود التي فرضت على الشعر، رقم واحد وحدة الوزن والقافية. رقم اتنين نظام الشطرين في البيت الواحد، إن كل بيت بينقسم إلى قسمين، الشطر الأول والشطر الثاني. هما كمان هيتخلصوا من شكل الشطرين ده ويبتكروا لينا حاجة اسمها الشعر العمودي أو السطر الشعري، إن كل سطر ممكن يكون فيه كلمة كلمتين ثلاثة أو أكتر بحسب المعنى اللي موجود عندنا، بس مش هيبقى خلاص عندنا شكل الشطرين اللي متعودين عليه منذ القدم. يبقى القيد الأول وحدة الوزن والقافية، القيد الثاني نظام الشطرين في البيت الواحد، والقيد الثالث والأخير هو عدد التفعيلات المتساوية. يعني البيت بيكون فيه عدد تفعيلات واحدة، ست تفعيلات، أربع تفعيلات، أيا كان البحر الشعري اللي موجود عندنا. طب يعني ايه اللي انت بتقوله ده؟ هقول لك ده تبع حاجة اسمها العروض مش علينا، فاحنا محتاجين نعرف النقطة دي بس زي ما هي. يبقى القيود اللي هيتخلص منها شعراء الواقعية أو الشعراء المعاصرين، رقم واحد وحدة الوزن والقافية، رقم اتنين نظام الشطرين، رقم ثلاثة عدد التفعيلات المتساوي. طب يا أساتذة انتوا هتتخلصوا من كل دوت، تعالوا بقى نتكلم في المدرسة بشكل أكبر وبشكل أوسع. فبيقول لي ايه هنا بقى؟ بيقول لي ظهرت أو بدأت ملامح تطور الشعر. مين الدول اللي هتبدأ تطور الشعر؟ فقال لي بدأت ملامح تطور الشعر في مناطق مختلفة، فبدأت في مصر وبدأت في سوريا وبدأت في العراق. كل البلاد دي بدأت تحمل لواء تطوير الشعر بالنسبة للمعاصرين أو بالنسبة للمدرسة الواقعية اللي قلنا بتعبر عن الواقع. ومن أشهر الشعراء اللي حملوا لواء التجديد هو أو هي شاعرة عراقية تسمى نازك الملائكة، شاعرة عراقية تسمى نازك الملائكة، وهي رائدة هذه مين؟ رائدة هذه المدرسة، المدرسة اللي كان ليها أسماء متعددة وأسماء متنوعة. نقدر نسمي الشعر المعاصر ده أو المدرسة دي بأسماء كتيرة، فمن بين أسمائها مثلا الشعر الحر. شعر حر يعني ملوش قيود، مش بيتقيد بقيود الشعر القديمة. أو نقدر نسميه بالشعر المرسل، أو ممكن نسميه الشعر الجديد، وممكن نسميه شعر التفعيلة. ومن أهم شعراء الجيل الأول للمدرسة الواقعية، بعض الشعراء دول من أهم شعراء الجيل الأول. يعني من أهم شعراء الجيل الأول؟ يعني من أوائل الشعراء لهذه المدرسة. فمن أهم شعراء الجيل الأول صلاح عبد الصبور، نازك الملائكة، أمل دلجل، فاروق شوشة، وغيره من شعراء الجيل الأول. طبعا أنا مش محتاج أحفظ أسماء الشعراء بشكل كبير، ولكن محتاج أن أنا أبقى عارف أسماء المدرسة. تمام، بعدها بيقول لي وانتشر أكثر من شاعر لهذا الاتجاه في أكثر من بلد يدل وانتشار عذرا وانتشار أكثر من شاعر لهذا الاتجاه في أكثر من بلد يدل على مدة انتشار أو مدى انتشار هذا الاتجاه وكثرة عدد مناصري. يعني الدليل على نجاح الاتجاه ده والدليل على انتشار الاتجاه ده ان اصبح لي اكثر من شاعر في اكثر من منطقة في اكثر من بلدة، فده يدل على نجاح هذا الاتجاه الشعري الجديد. تمام، بيتحرك معايا بعد كده وبيقول له خد بالك احنا هنبدأ نتكلم بقى على مظاهر التجديد اللي حدثت في القصيدة عند شعراء الواقعية. تاني، مظاهر التجديد اللي حدثت في القصيدة عند شعراء الواقعية. فقال لي أنا هقسم لك مظاهر التجديد في الشعر الجديد ده أو الشعر المعاصر لقسمين. القسم الأول مظاهر التجديد من حيث الموضوع والمضمون، يعني اللي القصيدة بتتكلم عنه. والقسم الثاني مظاهر التجديد من حيث الشكل والبناء، يعني شكل القصيدة عامل إزاي، شكل الموسيقى عامل إزاي، شكل الخيال عامل إزاي، جوه القصيدة نفسه عامل إزاي. يبقى انقسمت عندي سمات المدرسة إلى قسمين، سمات الموضوع والمضمون وسمات الشكل والبناء. رقم واحد
سمات الموضوع والمضمون. فقال لي واحد الاتجاه للحياة العامة والتركيز على هموم الناس ومشاكلهم. بص انا مش هقعد بقى اكتب شعر حب وشعر غزل كتير وتجارب حب فاشلة زي ما كانت بتعمل المدارس اللي قبلية. قال لك لا، ده انا في الشعر بتاعي هتجه اكتر لان انا اتكلم عن هموم الناس، لان انا اتكلم عن مشاكل الناس، لان انا اتكلم عن الواقع. فاصبح اول سمة من سمات الموضوع الاتجاه للحياة العامة، الحياة اللي احنا عايشينها، والتركيز على هموم الناس ومشاكلهم. هتكلم عن هموم الناس، هتكلم عن مشاكل الناس. رقم 2، فهم الشعر على انه الاحساس بالواقع والتعبير عنه. المفهوم الحقيقي للشعر هو ان انت تحس بالواقع اللي انت عايش فيه، هو ان انت تعبر عن الواقع اللي انت موجود فيه. يبقى فهم الشعر على انه الاحساس بالواقع والتعبير عنه. رقم 3، قال لي جمعت التجربة الشعرية امورا اخرى الى جانب العاطفة. التجربة الشعرية مش بس بتتكلم عن العاطفة، التجربة الشعرية جمعت امور تانية زي التعبير عن موقف الانسان من الكون، موقفك ايه من الكون، موقف الانسان من التاريخ، موقف الانسان من قضايا الوطن، موقف الانسان من التراث، موقف الانسان حتى من هموم الناس ومشاكلهم. يبقى التجربة الشعرية لم تقتصر على العاطفة فقط، وإنما جمعت أمورا أخرى، موقف الإنسان من الكون، من التاريخ إلى آخره. تمام، بعديها بنتحرك مع بعض للكلام عن سمات القصيدة أو سمات مدرسة الواقعية من حيث البناء الشعري أو ما يسمى الشكل والبناء، شكل القصيدة. فقال لي رقم 1، استخدام اللغة الحية التي يسمعونها في كلام الناس. بدأ ما يقتصروش على اللغة الفصحى شديدة الفصاحة بتاعة القدماء، ولكن بدأوا يستخدموا لغة عربية، ولكن لغة عربية حية نسمعها في كلام الناس. فبدأ يستخدموا ألفاظ فصحى، ولكن ألفاظ فصحى سهلة من الممكن أن نسمعها على لسان الناس. يبقى استخدام اللغة الحية، إيه هي اللغة الحية؟ هي اللغة التي نسمعها أو تجري على لسان وعلى أو وسط كلام الناس. يبقى هنا رقم 1، استخدام اللغة الحية التي يسمعونها في كلام الناس. 2، اختيار عناوين للقصائد والدواوين. بدأ يحطوا للقصيدة عنوان، وبدأ يحطوا للديوان كله عنوان، والعنوان اللي بيحطوه ده بيعبر عن مضمون القصيدة أو بيعبر عن مضمون الديوان، يبقى وضع عناوين. رقم 3، الاهتمام بالصور والرمز والأسطورة. يستخدموا الرمز، فمش هتكلم عن الاحتلال بس هرمز للاحتلال بالليل، يعني مش هتكلم عن الحاجة بشكل مباشر، انا هتكلم عن الحاجة بان انا برمز ليها بشكل تاني. فالاهتمام بالصور، الصور الشعرية بتاعتهم، والاهتمام بالرموز، والاهتمام بالاساطير، يتكلموا عن الاساطير والامور الاسطورية وسط القصائد بتاعتهم، زي مثلا ابو زيد الهلالي، زي مثلا الخليفة دياب وسط القصائد بتاعتهم، فاهتموا بالاساطير. القصيدة وحدة موضوعية، يعني بدأ القصيدة بدل ما كان فيها موضوعات متعددة زي ما كان بيحصل مع شعراء الجاهلية وغيره، لا، القصيدة بدأت تلتزم بحاجة اسمها الوحدة الموضوعية. يعني ايه الوحدة الموضوعية؟ بتدور القصيدة كلها حوالين فكرة واحدة وحوالين عاطفة واحدة، والمعاني والصور والموسيقى وكل حاجة جاية عشان تعبر عن تلك الفكرة أو عن تلك العاطفة. يبقى القصيدة وحدة موضوعية تضم الفكر والمعاني والعاطفة والصور والموسيقى في بناء إيه؟ في بناء تام. الاعتماد على وحدة موسيقية متكررة، وهنا تحرروا، فبدل ما يعتمدوا على أوزان شعرية ثابتة بدأوا يعتمدوا على حاجة اسمها وحدة تكرار التفعيلة أو وحدة التفعيلة. التفعيلة دي أصغر ميزان للبيت أو أصغر ميزان صرفي، هو ده اللي بقوا يعتمدوا عليه. يبقى الاعتماد على وحدة موسيقية متكررة دون الاعتماد على عدد تفعيلات محدد في كل بيت. يبقى أنا مش هعتمد على عدد محدد من التفعيلات، يعني مش هقولك كل بيت فيه 5 تفعيلات، أنا هعتمد على التفعيلة بس وكررها براحتي، مرة أحطها مرة، مرة أحطها مرتين، مرة أحطها 3، أنا براحتي في عدد التفعيلات بتاعتي. يبقى نقول تاني مع بعض، استخدام اللغة الحية،
اختيار عناوين، اهتمام بالرمز والأسطورة، القصيدة فيها وحدة فنية سواء على مستوى الفكر والمعاني والعاطفة إلى آخره، الاعتماد على وحدة موسيقية متكررة أو ما تسمى وحدة التفعيلة دون عدد ثابت، دون عدد ثابت، تعدد القافية في القصيدة الواحدة. ده مش بس تخلوا من وحدة الوزن، ده كمان تخلوا من وحدة القافية، فأصبحت القصيدة الواحدة فيها أكتر من قافية. ده كان بالنسبة لنا الكلام عن المدرسة الواقعية أو تطور الشعر المعاصر بشكل كامل. هنتحرك مع بعض دلوقتي لإجابة التدريبات على المدرسة. طبعا تقدر تحمل ملف التدريبات من قناة التليجرام بتاعتنا أو من صفحة الفيسبوك، والرابط بتاعته موجودة في صندوق الوصف. ذاكر المدرسة، حل التدريبات، وارجع كمل معانا وانت بتحل الكلام ده. فيلا بينا مع بعض. نرجع مع بعض من تاني ونبدأ نجاوب تدريبات على تطور الشعر المعاصر. يلا على طول من غير ما نضيع وقتك. السؤال الأول هنا، السؤال طبعا هو ده الشكل اللي بيجي عليه في الامتحانات، وهو أسئلة استنتاج من خلال أبيات شعرية أو في المدرسة الواقعية بنسميها أسطر شعرية. فبيقول لي هنا يقول فاروق شوشة، نشوف بيقول ايه. بيقول هنا جثم الحزن على كل البيوت، أي غطاها وملأها. جثم الحزن على كل البيوت وتدلى من خيوط العنكبوت، وجه إنسان تغشيه، بمعنى تغطيه، ارتعاشات ورعب وابتهال. من سمات الشعر الجديد من حيث الشكل والتي تجلت في الأسطر السابقة، إيه ده الشكل؟ إن هو بيعتمد على السطر الشعري أو عدم أو تكرار التفعيلة بنمط غير ثابت. فهنا بيقول الاتجاه إلى الحياة العامة؟ لا، لأن ده سمات الموضوع والمضمون. الاهتمام بالأسطورة؟ لا، بالنسبة لنا سمات موضوع ومضمون. الإحساس بالواقع، آسف، الأسطورة من سمات الشكل بس هنا مش بيهتم بالأسطورة. الإحساس بالواقع والتعبير عنه؟ لا، ده سمات موضوع ومضمون. الاعتماد على وحدة مين؟ وحدة التفعيلة. ده بالنسبة لي التطور اللي يعتبر حادث في الأبيات اللي قصادنا على مستوى الشكل، يبقى الاختيار المناسب هو ده. السؤال اللي بعده رقم 2، بيقول لي هنا في السؤال اللي بعده بيقول لي قال أحد الشعراء المعاصرين، نشوف بيقول ايه. يا صاح، وهنا اختصار، هي أصلها يا صاحبي، فهنا حذف الحروف للتخفيف. يا صاح، خلف هذا الحرف عندي ألف جائع، ألف مقرور وضائع، فإذا لم تعطك الأشعار دارا أو دثارا كانت الأشعار عارا. فهنا بيقول من سمات الشعر الجديد المرة دي بيتكلم عن المضمون، واضح أو إن هو بيتكلم عن الجوع، إذن بيصور هموم الناس وبيصور مشاكل الناس. هل هو تصوير هموم الناس ومشكلاتهم؟ طبعا تصوير هموم الناس ومشكلاتهم، صح. الحديث عن الموت والنهاية؟ لا، مش بيتكلم عنهم هنا. التعبير عن موقف الإنسان من التراث؟ لا، مش بيتكلم عن التراث. التعبير عن موقف الإنسان من التاريخ؟ مش بيتكلم عن التاريخ في الأبيات هنا، ده بيتكلم عن هموم ومشاكل الناس اللي بتتمثل في الجوع، اللي هو لو الشعر مش هيوفر للناس تاكل وتشرب يبقى الشعر أصلا ملوش لازمة، يعني لو مش هيأثر يبقى الشعر ملوش أي قيمة. تمام. السؤال اللي بعده بيقول لي في السؤال اللي بعده قال أمل دنجل ينعي ضياع الأخلاق، نشوف بيقول ايه. ينعي ضياع الأخلاق، يا أبناء قريتنا أبوكم مات. إذن هنا كلمة أبوكم هنا إشارة إلى الأخلاق، كأنه بيقول يا أبناء قريتنا الأخلاق ماتت. إذن ده يعتبر بالنسبة لنا رمز بيستخدمه أمل دنجل، بيرمز للأخلاق بأنه الأب الذي يرعانا ويحمينا. قد قتلوه أبناء المدينة، المدينة أبناء المدينة، وهنا المقصود بظهور الأخلاق الفاسدة، قتلت أبوكم. ظرفوا عليه دموع إخوة يوسف وتفرقوا، يعني بكوا عليه زي إخوة يوسف ما بكوا على أخيهم، هم اللي أضاعوا يوسف، أو هم اللي أضاعوا يوسف وعملوا نفسهم إن هم بيبكوا عليه. تركوه فوق شوارع الإسفلت والدم والضغينة، قالوا كفاك اصمت. يبقى هنا من سمات الشعر الجديد من حيث الشكل، بس هو بيسألنا عن الشكل والتي تجلت في الأسطر السابقة. من حيث الشكل، الاتجاه إلى الحياة العامة، دي سمات مضمون وموضوع. موقف الإنسان من قضايا الوطن، برضو سمات مضمون وموضوع.
الاهتمام بالرمز. طبعا الاهتمام بالرمز دي سمة من سمات الشك، ان هو بيرمز الى الاخلاق بمين؟ بالاب. الاحساس بالواقع والتعبير عنه برضو دي سمات موضوع ومضمون، يبقى الوحيدة اللي صح هي جيم. تمام. السؤال اللي بعده، قال احمد عبد المعطي حجازي: يا ايها الانسان في الريف البعيد، بينادي على الانسان اللي موجود في الريف، ولدت هنا كلماتنا، لك يا تقاطيع الرجال النائمين على التراب المائلين على دروب الشمس والبط المبرقش والسحاب. بيصف الحياة اللي موجودة هناك: إني أحبك أيها الإنسان في الريف البعيد، يعني اللي أنت عندك المظاهر دي كلها أنا بحبك جدا، وإليك جئت وأنا جايلك، وفي فمي هذا النشيد، أنا جايلك وأنا بعبر أو بقول لك النشيد ده. من سمات الشعر الجديد من حيث المضمون، من حيث المضمون والتي تجلت في الأسطر السابقة، التعبير عن موقف الإنسان من التراث. لا، هنا مش بيتكلم عن التراث. الحديث عن النهاية والموت، لا مش حديث عن النهاية والموت. التعبير عن هموم الناس ومشكلاتهم، لا. الالتصاق بالواقع والتعبير عنه بكل وجوه، فعلا ملتصق بالواقع وبيعبر عنه بكل الوجوه بتاعته. فهنا بيتناول أمر الريف، الناس اللي ساكنة في الريف، وبيتكلم عنهم وعن شكل الحياة، وان هو رايح يلقي عليهم هذا النشيد. تمام. السؤال اللي بعده بالنسبة لنا، قال نزار قباني: غدا غدا سيزهو الليمون، وتفوح السنابل الخضراء والزيتون، ويرجع الأطفال يلعبون، ويلتقي الآباء والبنون. من سمات الشعر الجديد من حيث البناء الشعري التي تجلت في الأسطر السابقة، بيتكلم عن البناء الشعري، استخدام اللغة الحية. الأبيات هنا فيها لغة حية، سيزهو الليمون لغة حية سهلة بنسمعها على كلام الناس. أظن أن الاختيار مناسب، استخدام اللغة الحية. تنوع القافية، لا، القافية هنا حرف النون في كل الأبيات، يبقى ما عنديش تنوع قافية. الاهتمام بالأسطورة، لا، الأبيات ما فيهاش أساطير. الإحساس بالواقع والتعبير عنه، ده بالنسبة لنا سمات موضوع ومضمون، مش سمات شكل وبناء، يبقى الوحيدة اللي صح بالنسبة لنا هي ألف. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا، خلاص يعتبر بالنسبة لنا كده وصلنا لنهاية التدريبات بتاعتنا على الدرس بتاعنا تطور الشعر المعاصر، وكده الحمد لله خلصنا منهج الأدب بالنسبة الأولى ثانوي الترم الثاني. انتظروا إن شاء الله تعالى قريبا هننزل ليكم جدول مهم جدا 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 بشكل المراجعات بتاعتنا، وهنراجع ازاي وامور تانية كتير جدا. فلازم تعمل لايك دلوقتي وتفعل الجرس بتاعك على القناة وتشترك بشكل قوي عشان يوصلك ان شاء الله تعالى كل التحديثات بتاعتنا وايه اللي هنعمله خلال الفترات اللي جاية. وصلت معكم للنهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.